أعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية عن اعتزازه بالإنجاز الكبير والمتميز الذي حققه متسابق فريق البحرين للتحمل 13 عبر المتسابقة دانييل رايف والمتسابق جان فوردينو بعد حفاظهما على لقبهما في بطولة العالم للرجل الحديدي التي أقيمت في هاواي. وأكد سموه أن الإنجاز الجديد لفريق البحرين للتحمل ومحافظته على اللقب العالمي بات يؤكد ما تتمتع به مملكة البحرين من تطور متصاعد في رياضة الترايثلون على المستوى العالمي، خاصة في ظل الرعاية التي تحظى بها من قبل حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. وأضاف سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن المتتبع لمسيرة دانييل رايف وجان فرودينو خلال البطولات التي شاركا فيها وصولا إلى المحافظة على لقبهما العالمي يجد بأن أعضاء فريق البحرين للتحمل 13 باتوا يحملون العديد من الميداليات الملونة، الأمر الذي يحتم علينا المحافظة على تلك الإنجازات وتعزيزها لإبراز الوجه الحضاري الرياضي عن مملكة البحرين وأبطالها. وأشار سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة إلى أن فريق البحرين سيسير على الخطة الفنية التي وضعها الجهاز الفني للفريق وسيشارك مستقبلا في العديد من البطولات وذلك في مسعى إلى تأكيد جدارته واستحقاقه للتربع على عرش رياضة الترايثلون في العالم. هذا وقد استطاع كل من دانييلا رايف وجان فوردينو من فريق البحرين للتحمل 13 حفر اسمهما في الملف التاريخي بعد محافظتهما على لقبهما في بطولة العالم للرجل الحديدي، وهو الإنجاز الذي استطاع تحقيقه فقط 4 نساء و4 رجال خلال المسيرة الطويلة لهذه الرياضة. واستطاعت رايف أن تنهي السباق في زمن وقدره 8 ساعات و46 دقيقة و46 جزءا من الثانية، محطمة الرقم القياسي الذي حققته المتسابقة كارفري في عام 2014 على هذا المضمار. بدوره استطاع فوردينو يحافظ على لقبه بعد نهاية السباق في زمن وقدره 8 ساعات و6 دقائق و33 جزء من الثانية.